النهارده انا هوريكم احلى وارخص حاجه انا اشتريتها من الوكاله من اول ما عملت فيديوهات الوكاله على القناه هنا. فيلا بينا بسرعه. وطبعا قبل ما ابدا الفيديو لازم نصبح على الراجل بياع البصل اللي كل مره بيجي في الفيديو بتاعي في نفس توقيت الفيديو اللي انا بصور فيه. فاحلى مساء عليك ولا احلى صباح عليك يا بياع البصل. يا ترى البصل بكام النهارده؟ الدنيا غاليه نار. بتكلم عن الوكاله. نزلت في اي يوم من الاسبوع؟ نزلت اعتقد ان هو نص الاسبوع. كان الساعه 1 الظهر كده عادي. لبس الصيفي نزل والاسعار حلوه قوي. والنهارده انا اشتريت احلى وارخص قطع من الوكاله من ساعه ما نزلت الوكاله ومن ساعه ما انا نزلت سلسله فيديوهات هنا. فهعتقد ان دي ارخص حاجه انا جبتها واحلى حاجه كمان. يلا بينا. اول قطعه معايا البروزه دي. القطعه كانت ب 10 جنيه. ايوه وكمان كانت بالتيكت خالص، كانت مش عايزه اقول لكم يعني. طبعا هطلع في الفيديو اقول لكم بلوزه بنص كم ولون فيها ورد وانتم شايفين الكلام ده كله يعني. هقول يعني هملى الفيديو باي كلام وخلاص. لا، المهم بقى ان احنا نتكلم في المفيد، ان هي هتلبس تحتها قميص، صح؟ ده المفيد بتاعي. هي ماركه نيو لوك وكانت بالتيكت وكانت مقاسي، وبصراحه لونها عجبني قوي. دي اول قطعه، اول ما شفتها على الستاند اشتريتها على طول. تاني بلوزه معايا من نفس الستاند. لما قلت نفس الستاند يبقى بكام؟ ب10 جنيه. دي بقى عجبني قوي فيها القماشه اللي هي كده هيتلبس تحتها، هيكون ابيض والموضوع هينتهي. اكيد هلبس البنطلون عليها يعني. بس يعني بصوا، هي انا قلت لكم ان الاسعار حلوه قوي، تمام؟ انا كنت مصوره فيديوهات وانا لابسه الحاجات دي بس الفيديو اتمسح. فانا حكايه ان انا اصور والبس تاني فصعب عليا قوي، تمام؟ انا اتحرق دم على الفاضي. المهم بقى ان احنا هنزل كل صور على الانستا، فانتوا تروحوا تتابعوا على الانستا، هحط اللينك تحت الفيديو على طول. نيجي بقى على البلوزه الرهيبه دي، عجبتني قوي وقماشتها اول ما مسكتها حسيتها ان هي فينتج خالص كده، وقماشتها حلوه جدا. كانت ب 35 جنيه وزرايرها، بصوا زرايرها حلوه جدا. بس انا فكرت قلت هي ليه ب 35 جنيه، مع ان انا سرشت على الماركه بتاعتها دي لقيتها يعني مش فاكره كانت بكام دولار، بس لقيتها غاليه يعني. الماركه دي ماركه معروفه، فانا فكرت اكتر قلت هي ب 35 جنيه اكيد البياع يعني يقول ليه اتاريها هي فيها القطعه دي. طبعا ايه، قعدت افكر كده انا يعني هداري القطعه دي ازاي، بس يعني قلت ايه هنشوف هيحصل ايه يعني. بصوا لو انت عندكم اقتراحات قولوا لي ماشي، علشان انا ايه خايفه يعني اكحلها عميها. معايا بقى البلوزه اللي لونها اسود دي، طبعا لازم اجيب البلوزه اللي لونها اسود. اللي عجبني فيها القصه بتاعتها والكمام، حسيت ان انا ممكن البسها في اي سهره. لبس السهرات كتير قوي في الوكاله يعني كتير وكده. هي الساره دي بكام يا ساره؟ عشان انت بس ما قلتيش سعرها. دي 35 جنيه برضو، بس مش عارفه ماركه ايه بصراحه. بس هي مش باينه خالص في الفيديو لان انا لونها ابيض، او قصدي الاضاءه لونها ابيض قوي، فهي السواد باين. بصوا افهموها، هي بزراير شيميز عادي خالص وفي منه كتير قوي هناك. نسيت كنت شاريه ايه تاني. بعد بقى لما فرجت لكم اشتريت من الوكاله، فلازم اوريكم شكل الوكاله، لان في ناس لحد دلوقتي بتخش لي على الانستا اللي انا قلت لكم خش عليها، هتلاقوا اللينك في تحت الفيديو، بيقولوا لي الوكاله دي ايه او فين. الوكاله دي بتنزلي الاسعاف او محطه جمال عبد الناصر، وبتسالي على شارع زكي السماك او على شركه الكهرباء. مليون من يدلك. اول ما تروح المنطقه دي هتلاقيها. وفي برده من الناحيه الثانيه ناحيه الكورنيش من جنب النادي البنك الاهلي على طول كده هتخشي هتلاقي كنيسه، يبقى انت كده بتخشيها من عند الكورنيش من ايه، من الوكاله من ورا. والاثنين بيصبوا في الشارع بتاع زكي السماك ده. ده جزم اوريجينال وبراندات حلوه قوي، فلو انت لقيتي مقاسك بيبقى حلو قوي. على فكره الجزم بتبقى غاليه جدا يعني، ممكن تلاقي جزمه ب 800 جنيه عادي ماشي يعني. هي الجزم مش رخيصه في الوكاله بالذات لما تكون براند. وفي جزم بتبقى لقط كده بتبقى جلد طبيعي وكده بيبقى اسعارها حلوه جدا. طبعا جبت مشابك قعدت انقي فيها علشان انا بوقع المشابك من البلكونه دايما، فقلت اجيب مشابك من الوكاله برده. الوكاله دي فيها كل حاجه والله. بس ف انا قلت لك عنوان الوكاله هو في الاسعاف في القاهره، تمام؟ علشان الناس اللي بتسالني طب ننزل امتى، انت بتنزلي في اي يوم في الاسبوع لما بتبقي فاضيه، لان الوكاله حظوظ.
وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. وشفتوا مشتريات النهارده من الوكاله، انا نزلت الوكاله نص الاسبوع، بس انا كنت عامله فيديوهين عن الوكاله يوم الجمعه والوكاله يوم الاحد، هحط لكم اللينكات بتاعتهم علشان لو انتوا عايزين تشوفوها وتشوفوا ايه الفرق بين الايام كلها، يعني انا ايه مظبطاكم في القناه. تمام، غير كده عايزه اقول لكم ان الوكاله دي حظوظ، يعني ممكن تنزلي تلاقي حاجات كتيره حلوه، وممكن يوم تاني ما تلاقيش اي حاجه، فهو حظك بقى. جميع المقاسات موجوده، يعني انا بلاقي مقاسات كبيره وصغيره ومتوسطه، بلاقي كل حاجه، بلاقي هدوم قديمه وبلاقي هدوم بالتيكت، بس انت محتاجه ان انت تلفي شويه علشان تشوفي ذوقك، وما تشتريش اي حاجه انت مش محتاجاها علشان الدولاب ما يتمليش على الفاضي. تمام، مش عايزه اقول لكم بقى، ولازم تكونوا عارفين ان احنا لازم نغسل ونطهر ونكوي الهدوم قبل ما نلبسها، حتى لو كانت بالتيكت زياده احتياط. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم الفيديوهات الجايه. يلا باي باي. عشان نظبط الدولاب لازم نشغل دماغنا شويه، قعدت احاول محاولات كتيره، ودي النتيجه اللي انا طلعت بيها اللي انت هتشوفها في الفيديو النهارده. فتعالوا بقى نشوف اول حاجه شغلت دماغي فيها واشتريتها كانت ايه. البوكسات دي الثلاثه دول بيتباعوا مع بعض، الثلاثه 85 جنيه، الماتيريال بتاعتهم حلوه، بلاستيك. انا كنت بدور على منظم بلاستيك يكون بغطا علشان هحطه على ستاند خارجي، واغلبيه اللي بيتباعوا من غير غطيان عشان بيتحطوا في الادراج. طيب مقاسه 32 سنتي. طبعا انا المج ده عجبني قوي، اسمه البيت الانجليزي، البيت الانجليزي، وفي شبهه اسمه روميو وجولييت، فيعني الاثنين لونهم ازرق في ابيض وبيبقوا حلوين قوي، في منهم احمر في ابيض او نبيتي كده، وفي رمادي، في منه الوان يعني، فهم حلوين قوي وسعره حلو قوي. بيجوا طبعا في كراتين زي ما انتم شايفين كده. الطبق ده بقى عجبني قوي، ده طبق سلطه، عجبني قوي الزغرفه اللي على الطبق ده. بتلبس كده ولا انا كده مش باينه يا جماعه؟ انا كده مش باينه، انا كده بتلبس كده ولا كده؟ مش عارفه اعمل ايه والله، مش عارفه. لا ولا لا. ولو انت عايز تعرفي الناس اللي بتعامل معاهم، هتتفرجي على فيديو شي ان بدون جمارك في كل التفاصيل، وفي لينك الجروب تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف، فهيساعدك ان انت تشتري من شي ان وبس كده. طيب تعالى بقى اوريكم الاوردر اللي انا اشتريته. اول حاجه اشتريت المعالق دي، المعالق دي مكتوب ريفيو عنها، طبعا بقرا الريفيوهات قبل ما اشتري، ان هي لونها ما بيغيرش، فيها هما 8 معالق مع بعض، 8 اشكال مختلفين، فدي حاجه كويسه عشان انا بمل بسرعه. والمعلقه اهي اهي، اشوفها عشان مشفتهاش اهي. تمام، بصوا حجمها يعتبر حجمها مقارب قوي من حجم المعلقه العاديه، يعني المعلقه العاديه اهي ودي اهي، يعني شويه. طبعا دي عمليه اكتر، طبعا دي لا غنى عنها، دي بنحط بيها شاي وكل حاجه، دي معموله عشان ناكل بيها رز بلبن، ناكل بيها جيلي كده، ديكور كده يعني.